العبيد جاية من المغرب كنغني مغنية يعني في مجال التراث الأندلسي. وصلت عبير على البرنامج وهدفها توصل رسالة محددة، نشر الفن المغاربي بكل العالم. أول لحظات ومن أول موال اكتسحت قلب اللجنة والحضور، خاصة إنها أدخلت لون غنائي جديد بالبرنامج كنا مفتقدينه بالمواسم السابقة. فاح عبير المغرب هو جاي لهون وشميت أحلى ريحة فن بالدنيا. أكيد نعم 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 ألف نعم. بالنصف نهائيات واجهت منافسة جديدة، لكن كمان مرة الفن المغاربي أثبت قدرته على الوصول لكل أذن عربية. الله سبحانه. اللي غنيتي اليوم حسسني ببهجة العالم العربي والمغرب العربي. أنت سفيرة الفن المغاربي، حببتينا كلنا بكل الفن تبع المغرب العربي الكبير. شحال وانا كنتمنى انني نكون يعني امباساتريس دو 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 لار ماروكا مغربا، يعني سفيره سي مو انورم. لكن الحسم لموهبتها كان عند اللجنه. انا مع عبير، انا هختار عبير. اليوم المسؤوليه على عبير كبيره لان لقبت بسفيره الفن المغاربي، فهل رح تقدر تحقق هالحلم وتفوز باللقب؟ تدللت في البلدان حين سبيتني، تدللت في البلدان قلبا في هواك يعذب. يالين 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 لحبيبي أرسل عبير العابد. زقفة كبيرة. تفضلي. ليه؟ يعطيك العافية. الست نجوى، إيش رأيك؟ يا عبير أسرتينا مثل ما الحبيب آسرك كان بهذه الأغنية. بتغنيها بالطريقة الإسبانيش الغجري المغربي الرائع اللي بفوت بالقلب، والموال الفالت لا شك انك متمكنه، لو ما هيك ما فيك تقول الموال الفالت. وانا دائما كنت حبك
بعدني عم حبك وحبيتك. أنا شابك كنت مبسوط ومنطرب. أنا أصلي ضعيف قدام المواويل. وخصوصا التراثية منها يعني القديمة. ومش معقول حلاوة حضورك وحلاوة صوتك وبثقافتي البسيطة في الغنى، وجايز نجوى تبقى صحح لي غلطان. فكرة العرب الصعبة القصيرة قوي دي، وعربة كده جوه عربة، أنا معرفش. سبانيش الطريقة الغجري، التلوين الصوت اللي في لحظة ده ما بين أقل من الثانية تروحي من حتة الانترفال حتة. الانترفال بين النوت والنوت فظيع فظيع. صوتك مؤثر جدا، وانت حقيقي والله عارفه صوتك، يعني اقول لك بسرعه جدا، هو عامل زي الرقاصه اللي بترقص. صوتك زي الرقاصه اللي بترقص كده بجد، لين وناعم. حلو الوصف، ومفيش اكتر من كده عشان ما اخشش في الغلط. حلوين كده. اتفضل يا عبيد. عبير، انت حقيقة سفيرة الفن المغاربي عن جد. انا ما بع يعني مش سامع كتير اغاني مغاربية، ولا المواويل من هالمنطقة من العالم. لازم تصير تسمع عليه، لازم، لانه بس تعرفي شو هيك يعني، كأنه انتربت يعني، فاتت الاغنيه والموال لجواتي بدون ما اعرف ليش، بدون ما احس انه يعني انه هيدي اغنيه سمعها بعرفها من قبل بنطرب فيها، ولكن دخلت هيك مثل النعس الى داخلي. وبعتقد يعني هذه هي الثقافه العربيه الحقيقيه، هذه هي الثقافه اللي بتحسي فيها بدون ما تعرفي ليش. أنا كثير انبسطت فيك يا عبير، وأنت فنانة كبيرة حتطلعي. شكرا للجنة. عبير هي بانتظار دعمكم وأصواتكم مشاهدينا حتى تحقق حلمها بالفوز بلقب Arabs Got Talent لهالموسم، فصوتوا لها على الرقم 17. تحية ليك يا عبير، أتمنى لك التوفيق.